فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك حفظكم الله، أذكار الصباح متى تبدأ؟ هل تبدأ بعد أذان الفجر أم بعد صلاة الفجر؟ تبدأ من بداية طلوع الفجر، إذا بدأ الصباح بطلوع الفجر يبدأ أذكار الصباح، جاء بها قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر لا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أذكار المساء متى تبدأ ومتى ينتهي وقتها؟ تبدأ بالزوال، زوال الشمس، بداية المساء، المساء يبدأ بزوال الشمس. فإذا قرأ بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، كل هذا في المساء، كله داخل في المساء. نعم.